أحبائي المشاهدين، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح من سيدني أستراليا. أنتم معنا الآن أيضا من جديد، كل أسبوع طبعا برنامج أكثر من رأي، برنامج أسبوعي بنعمة الرب يسوع المسيح. والآن نحن طبعا من سيدني عم نطلع باستمرار، لكن الساعة تأخرت بسبب التوقيت الصيفي، فنبدأ الآن بحسب سيدني الساعة 2 بعد الظهر، لكن بحسب كاليفورنيا الساعة 8 بعد الظهر يوم الاثنين. برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح، وبشكركم أيضا للتواصل، وبحب أسمع اتصالاتكم وبناخذ آرائكم أيضا بنعمة الرب يسوع. عنوان حلقة هذا الأسبوع هي بعنوان المسيح والكنيسة وأشواق اللقاء. بنعمة الرب يسوع المسيح معي ضيفين عزيزين كريمين، طبعا غنيين عن التعريف. معنا الخادم الفاضل الأسيس الفاضل نزار شاهين. أهلا وسهلا فيك أسيس نزار. أهلا وسهلا أسيس جون، أهلا بك. ربي باكك ونشكر رب من أجلك ومن أجل زيارتك إلى سيدني أستراليا. إحنا بنشكر رب من أجلك وبنشكر رب من أجل الخدمة في سيدني في أستراليا. ربي باكك ربي باكك. طبعا أحبائي، بعد ما كلمناكم الأسبوع الفائت ذهبنا إلى ملبون، وكان بركة عظيمة جدا جدا، كان في خدمة عظيمة. بعد ما تكلمنا بالبرنامج حالا ذهبنا إلى المطار ووصلنا إلى الكنيسة في ملبون، وكان في اجتماع مهرجان رائع جدا. فالرب بارك الأسيس نزار والأحبة هناك أيضا وتباركنا جدا، فنشكر رب من أجل صلوات اللي رفعونا بالصلاة. أيضا أنا سعيد جدا أن يكون معنا، نشكر رب وصل طبعا بقاله كم يوم، خادم رب المبارك الأسيس والمرنم زياد شحادي. أهلا وسهلا خي زياد، الرب يباركك ويحفظك. أهلا فيك أسيس جون، ثانك يو على الدعوة. رب يحفظك. طبعا احنا تباركنا فيكم، وآخر ليلة اليوم بالنسبة لمهرجان المهرجان الحلو، المهرجان الروحي. طبعا الليلة حتكون أيضا للمرة الثانية في قاعة مونامور، فالرب يبارككم ويستخدمكم باسم الرب يسوع المسيح. ويباركك أيضا. نحن منصلي أن الله يتمجد ونفوس كثيرة ترجع إلى معرفة الرب. آمين آمين. طبعا للترويه أحبائي، كنيسة جيلفيد العربية المعمدانية في سيدني أستراليا عاملة مهرجان روحي، لكن بعد ما كان في مهرجانات في الكنيسة عملت الكنيسة أيضا يومين في قاعة مونامور في فيرفيلد في سيدني أستراليا. الليلة هي الليلة الأخيرة للأحباء، للأسيس نزار والأسيس زياد، ورح بيكون أيضا بعد ما تخلص الخدمة حسب ما طبعا أعلن مبارح الأسيس نزار أنه رح يكون في صلوات على المرضى. فمنصلي أنه رب يكون مهرجان مبارك ويبارك الأحباء ويستخدمكم، وغدا صباحا بحسب توقيت سيدني ترجعوا بنعمة الرب إلى بلادكم شمال أمريكا. إلى شمال أمريكا. رب يبارككم ويحفظكم. طيب أحبائي، طبعا الموضوع كما قلت موضوع الحلقة هو المسيح والكنيسة وأشواق اللقاء. موضوع رائع جدا. نحن ككنيسة كمؤمنين ننتظر سيدنا، ننتظر عريسنا السماوي، لكن طبعا أحيانا مشغوليات الحياة بتأثر على حياتنا، إنما في قلوبنا روح الانتظار والاستعداد. هذه الحلقة أصلي أن تكون حافز ودافع قوي حتى أنه تحمسنا وتشجعنا حتى يكون عندنا فعلا حياة الاستعداد الحقيقي لانتظار السيد الرب. مش معناها أنه نترك كل شيء ونقعد وما نعمل شيء، لا، بنعمل وبنعيش بالحياة الطبيعية، لكن بنركز أكثر جهدنا على العلاقة مع الرب يسوع المسيح وحياة السهر وحياة الخدمة لمجد الرب، نخدم النفوس التي مات المسيح لأجلها. ورح نسمع بإسهاب هذا الموضوع، رح بياخد مقتطفات طبعا في البداية من الأحباء، وبنسمع تدريجيا في البداية من الأسيس نزار. المسيح والكنيسة وأشواق اللقاء. اسمحوا لي صوت شوي. العاوز ابتدي اقول يعني قسيس يبدو انه كتير وعظت هالمدة. لا بس يمكن من التبريد في صوتي حشرجي ونشرجي وششرجي يعني، فبحاول. طب خلينا امرقها انا الكلمه، معلش حلوه هيك يا احبه. نحن لما بيجي خادم عنا على سيدني أستراليا او على ملبون بنستفيد منه كتير، فبيقول في مثل بيستخدموه بالكنائس للمزح، هذا هو رجل الله فاقتلوه. يعني كيف اقتلوه؟ استنزفوه. فاستنزف. بالعكس بالعكس، شرف وامتياز كبير خدمة الرب. اللي عاوز اقول على موضوع اللقاء انه الرب مشتاق انه يشوف الكنيسة العروس، والكنيسة مشتاقة وتستعد للقاء العريس اللي هو الرب يسوع المسيح. أمين. الرب يسوع قال للتلاميذ: ومتى أعددت مكانا آتي لأخذكم، حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا. نعم. في سفر الرؤيا بعد إذنك قسيس بقرأ آيتين عن رغبة يسوع وعن رغبة الكنيسة. نعم. في إصحاح 22 آية 12: وها أنا آتي سريعا يا رب، وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول
والآخر. من ناحية أخرى في آية 17 والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا، آمين، تعال أيها الرب يسوع. منشوف هذا اللقاء أو الأشواق متبادل بين العريس والعروس، بين المسيح والكنيسة. نعم نعم، أمين أمين. تعليق هيك سريع حول موضوع أشواق اللقاء، لابد أنك مشتاق للمسيح والمسيح مشتاق لك. طبعا بستنى حضور الرب ومجيئه ثانية، الرب قريب فعلا. مش منشعر كنيسة عبر الأزمنة الماضية تستعد لمجيء الرب بشكل أو بآخر، ولا سيما الأشخاص اللي يقظين. أنا شخصيا مشتاق للرب جدا، لكن وأنتظر الرب وأصلي أن الرب يعطيني استعداد كامل، لكن بصراحة بقول للرب مرات اتأنى حتى تكمل عدد الكنيسة والمدعوين. نعم. وأيضا حتى أنا أجهز، وحتى تستخدمني أكثر في حقلك، وحتى نفوس كثيرة تعرف السيد. أمين. يعني على نقطة أنه أحيانا بتبقى مشتاق، يعني بتبقى مشتاق للرب، لكن بذات الوقت بتنظر حواليك في حبايب كتير بعد ما قبلوا المسيح مخلص شخصي، فبتقول له يا رب أنا مشتاق لك، بس بذات الوقت أنا خايف على هذه الجماعات اللي بعد ما قبلتك. فموضوع خطير يعني. لا، الرسول بولس طبعا قال لي الحياة هي المسيح، الموت ربح، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، لكن أن أبقى ألزم من أجلكم، إذ الضرورة موضوعة علي فوين لي إن كنت لا أبشر. يعني الغرض من وجودنا على الأرض نأخذ معنا شوية نفوس للسماء، حتى مختطفين من النار، النفوس اللي هي عزيزة وغالي على قلب الرب أمين يسوع. أمين أمين. طب أخ زياد، ممكن نأخذ ترنيمة حلوة في البداية كي ندخل فيها إلى حضرة الرب بتسبيح وبفرح، وبعدين منتابع الموضوع من فضلك؟ بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان، للسما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان. وتناهى الليل تناهى، تقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار، نصعد بهتاف وبصوت البوق مسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. وتناهى الليل تناهى، وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخذنا نستوطن الديار. يا غربة خلاص دارت الأيام، نهاردة مش هيعود، بنت العلامات زنت الصعوبات، محلى اليوم الموعود. وتناهى الليل تناهى، وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخذنا مستوطن الديار. آمين تعال يا حبيبنا تعال، روحنا بتناديك، حقق وعدك
يبسط لطفك ده شعبك مستنيك. قام انت عالي عريسنا تعال أرواحنا بتناديك. حقق وعدك ابسط لطفك ده شعبك مستنيك. وتنامى الليل تدا وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا يستوطن الديار. وتنامى الليل تدا وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. أمين أمين. أشكرك جدا أخي الحبيب. أسيس نزار، قرأت حضرتك من السفر الرؤيا صح 22، قرأت آية 7-12-20، يعني ثلاث آيات بيتكلموا عن مجيء المسيح. بيقول ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي، وبعدين بيرجع بيقول بعدد 7 كمان، بعدد 7 بيقول ها أنا آتي سريعا طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. وبعدين بيقول ب 17 والروح والعروس يقولان تعال. يعني نحن عم نقول له تعال، هو عم بيقول أنا آتي سريعا، لكن بقاله 2000 سنة المسيح. نعم، يعني محتاجين ندرك انه المجيء الثاني حتمية أكيدة. نعم. وهذا تعليم كتابة في الكتاب المقدس. نعم. في العهد القديم وفي العهد الجديد. في العهد القديم نشوف أصفار كاملة تتنبأ عن مجيء المسيح ثانية، منشوف نبوات لا حصر لها في أصفار الأنبياء، منشوف مثلا في سفر حزقيال، في سفر دانيال سفر كامل. نعم. سفر بيتكلم عن النبوات، وهكذا نبوات عديدة لا حصر لها تتكلم عن المجيء الأول وعن المجيء الثاني. وأيضا هذا التعليم في العهد الجديد منشوف أنه أصفار كاملة، منشوف مثلا إنجيل متى إصحاح 24 و25، منشوف إنجيل مرقس إصحاح 13، إنجيل لوقا إصحاح 21، منشوف آيات في إنجيل يوحنا، منشوف آيات برسائل بولس الرسول في رسالتي تسالونيكي، منشوف في رسائل بطرس ويهوذا، منشوف سفر كامل. سفر الرؤيا بيتكلم عن المجيء الثاني والحالة اللي راح تكون فيها الكنيسة بعد المجيء. فإذا هو ليس مجرد تعليم يعني من صنع الإنسان، فالكتاب المقدس يسير بخطة محكمة منسجمة متناغمة كاملة حتى توري شخصية يسوع المسيح. في العهد الجديد الرسول يوحنا يقول يا أولادي هي الساعة الأخيرة، والكاتب إلى العبرانيين يقول بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. وآيات طبعا يعني كثيرة بتتكلم عن المجيء الثاني، عن مجيء المسيح طبعا مش مثل المجيء الأول كفادي، رح يجي يرجع كقاضي، رح يرجع مجيئه رح يكون فوري، مجيئه رح يكون فجائي مثل البرق أو كلس مثل ما بيقول الكتاب. مجيئه رح يكون يعني مشهود له بمجد عظيم، بصوت ببوق بهتاف، يعني حفلة السماء، حدث الأعظم بعد التجسد والفداء. نعم نعم. أمين. يعني هذا اللي بس حبيت في البداية أقول. نعم. إنه حتمية مجيء المسيح أكيد، والكتاب المقدس آيات كثيرة في العهدين تؤكد مجيء المسيح بس إنه ثانية. بس أنه الأسيس بس للتوضيح الإطالة هنا، الإطالة مثلا 2000 سنة المسيح لازال يتأنى، أنه هالإطالة هي لأنه في ناس بحسب رسالة بطرس بيقول لك أنه في آخر الأيام بده يجي قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم قائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه منذ أن رقد الأباء كل شيء باق هكذا منذ بدء الخليقة. فالموضوع في بعض الناس عم يستهزئوا بموضوع تأخر، لكن الرسول بطرس أيضا برد على هؤلاء الناس. نعم. يعني الله لا يتباطأ عن وعده
كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا لا يأشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني إذا اليوم الرب أعطانا يوم جديد، هي بالحقيقة فرصة جديدة، نفس جديد، لأنه بيتأنى علينا حتى مش عاوز يهلكنا، عاوز يعطينا فرصة أنه نرجع له وأنه نطلبه. ورسول بولس في الإصحاح الثاني في رسالته لرومية يقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته، غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، لأن ليس عند الله محاباة. في أي 11 يعني بيتأنى، بيستنى، بيعطينا فرصة عشان نتوب، عشان نرجع للرب، لأن إرادة الله أن الجميع يخلصون. أمين أمين أمين. ربي يباركك ويحفظك. طيب أسيس نزار، بتحب زياد؟ دائما الزين هي هلكتني أنا، الزين زين. وكتار قالوا لي، وكتار قالوا لي زياد ونزار، زياد ونزار، قالوا لي في دائما منخربط بالاسمين. فسمحني إذا أبو نزار على فكرة. أبو نزار، طيب نشكرك، نشكرك أبو نزار. إحنا نصلي إنه هالولد يجي يا رب يسوع عشان يجي نزار. وعلى فكرة للستات اللي بيصلوا من أجل أولاد اسم نزار كتير كتير حلو. أنا بتصور اسم جون أحلى. لا لا، نزار كتير حلو. طيب بكرة بس نطلع على السماء رح يكون في أسماء خاصة، بأنه الرب رح يدينا اسم جديد. فما الاسم راح يكون نزار. طيب نشكر الرب. بتحب تضيف نقطة معينة يا أخي؟ يعني بيقول الكتاب في موضوع آخر ممكن بس نتطرق له لحظة، بيقول إنه في يوم الرب يسوع المسيح سيأتي ويعلن غضب الله المنصب على البشرية، كل الذين لم يقبلون عمل النعمة والفداء، في يوم اسمه يوم غضب الله. فالرب يسوع جاي هذا يوم بعد مجيئه ثانية ليختطف الكنيسة، في يوم ظهوره سيأتي ستنظره كل عين والذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل الأرض. هذا اليوم مكتوب أن علاماته بانت، ظهرت، تتم. فكيف بالحري، كيف بالحري يوم مجيء الرب الذي لا تسبق علامات أبدا؟ فالرب قريب، سيأتي كلص وفجأة. يجب أن الكنيسة تستعد، ويجب أن الناس العالم أجمع يستعد بقبوله للمسيح. امين امين امين. طيب اسمحوا لي اخذ مكالمه، وبعد المكالمه بدي فرجيكم، بدي اوريك يعني تشوفوا تشاهدوا فيديو. طبعا هو انا الفيديو مش موافق على موضوع الحرب وغيره، بس انا بدي اخذ منه عبره. فيديو عن جنود، طبعا هم امريكان، بس انا بتصور اي جندي راجع من المعركه اولاده وزوجته رح تستقبله يعني بفرح. بس الموضوع في الفيديو اللي رح نشوفه بعد ما ناخذ المكالمه، هو الفيديو بفرجيك بوريك عنصر مفاجاه، الاباء بيجوا فجاه. هلا رح نشوفه، بس نحكي مع الضيف الدائم. فضحت سرك يا. لا لا، ما رح نشوفوه، بس عندنا ضيف دائم ما شاء الله من الاردن. جس هو؟ ابو مهند. ابو مهند، ابو مهند، اهلا وسهلا فيك ابو مهند. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. نحن فوق الريح. تحية محبة. ربي باركك. تحية محبة الأخ نزار شاهين وجون نمور. ربي باركك. والمرنم الشقي. ربي باركك. ربي باركك. أهلا وسهلا فيك أبو مهند. عند كلمة إلى الأخ نزار شاهين. تفضل. أقدر أستطيع أن أقول بأن الأخ نزار شاهين كنيسة متحركة، كنيسة متحركة يذهب إلى الجميع، لأنه هكذا أعطانا المسيح وأخبرنا المسيح أن نذهب إلى العالم. اذهبوا، اذهبوا إلى العالم واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. أمين. هكذا قال المسيح لنا، وهكذا يصنع نزار شاهين من مؤيدين نزار شاهين. يجب أن نذهب إلى العالم حتى تقبل النفوس وتأتي النفوس إلى الكنيسة. لا، الكنيسة يجب أن تذهب إلى العالم كما يفعل نزار. أمين أمين. أشكركم. أمين.
أشكركم وأدعوكم إلى فنجان قهوة الصباح في الأردن. أمين أمين. بدنا نشوفك وان داي يوما ما وناخد صورة مع بعض. ربي باكك أبو مهند، ربي باكك، رب معك. طبعا أبو مهند قال أنه الأسيس نزار كنيسة متحركة، وأنه أنا عم يذهب إلى العالم كله، ونشكره من أجل الأسيس زياد. لكن حتى ما يفشل البعض منكم، إذا كنت مؤمن وعم تذهب إلى الحي الثاني وعم تبشر قرايبك وناس حواليك، فما أنت كمان كنيسة متحركة، فما تفشلش. يعني الأسيس نزار رب أعطيه طاقة غير اعتيادية، والأسيس زياد غير اعتياديين، هودي طاقات تبقى خاصة في العالم، يعني خدام متجولين، الرب أعطاهم رسالة عالمية. بس في ناس بيقول لك يا ريت فيني أعملها ومش قادر أعملها. ما تحلمش، اذهب إلى الشارع اللي حدك، إلى أحبائك في عملك، وين مكان صلي، وربي بيفتح لك أبواب حتى توصل الرسالة. حضرة المخرج، ممكن أن نشاهد الفيديو من فضلك؟ يا أحبائي طبعا رح نرجع عليكم بعد الفاصل. أحبائي بتصور الفيديو كان واضح، وطبعا نحن عم ناخذها من زاوية أشواق اللقاء وعنصر المفاجأة. الأولاد عم يلعبوا، الجنود رجعوا، وطبعا أباء أو أمهات وفاجأوهم أشواق لقاء. في ولاد كانوا مش منتبهين، بعدين جمد مكانه الولد أنه مش عارف، صدمة كذا. نحن ناطرين الرب يسوع المسيح. في مسيحيين بيقولوا نحن مسيحيين، بس صدقني ما معهم خبر بمجيء المسيح. لكن بدنا نتكلم قليلا عن موضوع عنصر المفاجأة، جمال المفاجأة وجمال اللقاء بعدما يتم، حيث يتم اللقاء بعد انتظار طويل. فبتحب تقولنا أي شيء في الموضوع من فضلك؟ لا طبعا، هو عنصر المفاجأة دايما، يعني هو بيتكلم عن مفاجأة
مفرحة. نعم. وأنا بعتقد أمجاد السماء وكيف وصف السماء في الكتاب المقدس لا يعني لا توجد أوصاف أو مشاعر أو خيال ممكن يوصف جمال السماء أو يوصف جمال يسوع المسيح. فتخيل معي نحن الخطاة الآثمين اللي الرب خلصنا بنعمته وفي يوم من الأيام رح نتقابل معاه ونكون معاه في السماء. يعني احنا كل اللي نعرفه شو الكلمة بتعلن عن هذا اللقاء، لكن انا بعتقد انه راح يكون في عنصر المفاجأة، عنصر البهجة، عنصر الفرح، عنصر يعني شيء ما كنا نتوقع، امور ما كنا نتخيلها نتصورها. ويعني ما فيش يعني كيف لله محدود أن يفهم، كيف للمحدود أن لا يفهم إلا محدود، كيف شوية التراب اللي هي هاي شوية المخ ندرك جمال السماء وأوصاف السماء وطبعا كمال السماء. فأكيد رح يكون شيء مفاجئ، شيء جميل جدا، رح يكون عنصر المفاجأة لكن عنصر البهجة من ناحية أخرى. جمال اللقاء بين الأب مثلا والولد أو البنت طبعا هو موضوع أرضي، لكن جمال لقائنا بحبيبنا فادي نفوسنا اللي مات لأجلنا، دفع دمه على الصليب لأجل خطايانا حتى يفكنا ويدفع. لما حنلتقي وجها لوجه مع الحبيب يسوع المسيح له المجد. يعني كنتم لا ترونه وتحبونه الآن، يعني الآن. نعم. يعني طبعا احنا بنتكلم عن يسوع المسيح بالإيمان وبنتكلم لأنه في عمل عميق في داخلنا اللي بنسميه عمل الروح القدس اللي بيجذبنا واللي بيشوقنا ليسوع المسيح. فاحنا عم نتكلم عن شخص، عم نتكلم عن رب، نتكلم عن شخص اللي هو سيد كل الأحداث والتاريخ وعم بسير كل الأحداث لهذا اللقاء المجيد، اللقاء العجيب. يعني احنا بهالأرض أسيس جون بسميها خيمة، الخيمة خيمة. لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا بناء في السماء، السماء مصنوع طبعا بيد، ليس مصنوع بيد بيد أبدي. نعم. فالفكرة أنه يعني إحنا بنطلع على كل أشياء مؤقتة، فكم بالحري لما بتشوف جمال الجمال وكمال الكمال، ترى شخص الرب يسوع الفذ الرائع البديع، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. يعني حتى السماء يمكن نشرح، يعني السماء هي فقط أن نقول أن ترى وجه يسوع. صح. المسيح. طيب هل تؤمن، معلش أنا عم زيد عليك السؤالات، هل تؤمن أنه ممكن الرب قبل ما نتقابل معه في المجد، يعني على سحاب المجد، هل ممكن الرب يعلن نفسه أحيان برؤى مثلا باختبار خاص لأشخاص معينين؟ أكيد أكيد. ويشوفوا جماله ولو كان بطريقة هيك محدودة مثلا؟ بالعكس، يعني صار معك اختبار مثلا؟ احنا بنسمع اختبارات كثيرة. نعم. الله يعلن ذاته إما بحلم إما برؤية، وأحيانا في أحيان خاصة كان بيظهر لبعض الأشخاص لإعلان يعني فكرة معينة أو حتى يشجع شخص معين. وهذه الاختبارات أخ جون بتستغرب إنه معظم الاختبارات بنشوفها من أحبائنا اللي بيجوا من خلفيات غير مسيحية، سواء مثلا بوذيين، سواء شعوب أخرى، أو حتى من المسلمين. يعني أنا بسمع عن اختبارات كثيرة في شمال أفريقيا، ناس بتشوف رؤى وأحلام وبتشوف الرب يسوع المسيح. مجد. أنا إلي مؤمن 35 سنة بصلي حتى أشوف الرب يسوع، لكن نحن نسلك بالإيمان لا بالعيان. عندي الثقة واليقين أنه يوم من الأيام لما الرب يسوع بيرجع أو إذا شاءت العناية نكون معاه نسافر للسماء رح نشوفه وجها لوجه. لكن هذا تأكيد وهذا حتميا لأنه الرب وعد ويقول نعلم، يعني مش إذا، لأننا عندما نؤمن في المسيح لنا الحياة الأبدية كما يعلم الكتاب المقدس. أمين أمين. طبعا أحبائي، يعني أنا سألت السؤال للأسيس نزار لأنه صار معي اختبارات طبعا في رحلة الحياة الإيمانية، صار معي اختبارين أني شفت برؤية مرتين طبعا بمدة طويلة مش أنه وراء بعض، اختبار أني شفت الرب بإعلانات خاصة برؤية خاصة. يا أحبائي صدقوني جماله بيسب القلوب، مع أنه طبعا هو متضع، لكن دغري بس تشوف تعرف أنه هذا هو يسوع المسيح،
وبتعرف انه في موقف مقدس في قداسي والى ما هنالك. طبعا انا مش عم بتكلم انه لازم كل واحد منا يشوف هذا الموضوع، لانه الرب اعطانا الكلمه ويجب ان نؤمن بالكلمه، لكن مبارك اسم الرب يا احبائي. اختبارات مهمه جدا بتخلينا نزداد تلهفا وشوقا لمجيئه، بتشجعنا بتشجعنا. يعني انا بتذكر مره من المرات شفت برؤيا باعلان خاص من الرب، كان الرب عم يكلمني في امر معين، يعني كاني عم صرخ له، عم اقول له يا حبيب قلبي شو مشتاق لك. لما شفته أسيس نزار، يمكن انا حابب احكي الكلام حتى الناس تعرف انه الرب يسوع بيسب القلوب. نعم. ومحبته بتسب القلوب. اقول الصدق في المسيح في المسيح يسوع، انا بس شفته ونظر الي حسيت سلخ لي قلبي من حب. شيء عجيب، طبعا خالق الاكوان اللي مكتوب عنه به عامل العالمين، امر عجيب. فأنا بصلي أنه الرب يعطيك نعمة أنه حتى وإن كنت لا تراه، مثل ما قال بطرس الرسول بالرسالة، لكن تحبه لأنه هو بحبك وهو مستعد يرحمك ويخلصك. طوبى نعم. لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. أمين. طيب معي مكالمة اسمحوا لي فيها ومنتابع مع الأسيس زياد. معنا بنت الملك من سيدني، من سيدني، بنت الملك من سيدني. أهلا وسهلا بنت الملك. ألو. أيوة. سلام المسيح عبدالجان نمور، ربي يبارككم ويباركك الرب أيضا. ربي يباركك يحفظك الرب. تفضل يا أختي، عندك سؤال معين؟ هلو. المسيح في سيدني. من فضلك تعيد الكلام. انا بس اقول لك على هذا الفيلم قلبي دا اقول كل ام او عم بطبخ انا. نعم. بديني بكيت التفتت هيك اكيد رح اشوف الرب وعم بحضنه، هيك اشتقيت الرب. وانا كيف اولاد اشتقوا لابوهم الارضي، احنا هيك رح نشتهي ابونا السماوي. يعني وحدة عم تطبخ بتشوف الرب، عم تمسح، عم تكنس، عم بالكنيسة في كل مكان. يعني ربي يباركك، ربي يباركك يا جون نمور، وربي يحميك ويباركك. انا بالحقيقة لما شفت اشوفكم اليوم العصر ربي يبارك. امين. عم تقول الاخت انه لما شافت الفيلم صارت تبكي، كانت هي واقفه بالمطبخ عم تطبخ بس صارت تبكي. يمكن عندك مشكله بالسماعه شويه. امين. هلا بتتظبط ان شاء الله. طيب انا بالحقيقة يا احبائي لما شفت الفيديو بكيت من باب انه عم بتخيل نفسي، شايف شو سريع بنشكر الرب يسوع المسيح، هاي سرعه من الرب. تخيلت نفسي بس يجي الرب يسوع وانا حضمه، حاتمسك له برجليه. ده مش تخيلات، بدها تصير، هيدي حقيقه بدها تصير. فهل انت منتظر الرب؟ اسيس زياد بتحب تضيف على موضوع الفيديو او تعليقات معينه حول الموضوع اللي تكلمناه؟ فيديو مؤثر عن اشواق جداً. اللقاء والعنصر المفاجاه، فيديو مؤثر جدا. من يومين اخت بالكنيسه لما كنا بالنهضه الروحيه خلال الانتعاشيه بتخبرنا واحنا عم نسلم عن الناس، واذا بتتذكروا حضراتكم انه الرب يسوع المسيح شافته خلفنا واحنا عم نخدم. يس سمعتها. تأثرت جدا 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 الى الان وتذكرت هذا الموقف، انه الرب يسوع نراه بالايمان وربما كمان برؤية او بظهور معين. نعم. حتى يؤيدنا ويقول انا معكم في الخدمة، انتم عاملان معي يدا بيد نبني هذا الملكوت، ملكوتي ملكوت الحب. فالرب سنراه قريبا. وزي ما قلت لك انه يوم الدينوني او مجيء الرب للدينوني حتما سياتي وبانت علاماته. كيف علامات؟ كيف المجيء الثاني الذي لا يسبق علامات؟ ففجأة المشهد يعد حروب وزلازل وبراكين. نعم. وهكذا هاي علامات لدينونة الله. الرب يسوع ياتي وتراه كل عين، هذه العلامات اغلبها تم. فشوف قديش الرب فعلا قريب مجيئه ليختطف الكنيسة وكلص من غير سابق انذار. يجب ان نكون مستعدين. أسيس لم يبقى وقت حيا، خدام مخدومين الشعب المؤمنين نتطهر ننمو في النعمة نصرخ الى الله نرفع صلوات بصراخ. لم يبقى وقت لصلوات هادئة فقط، وفي صراخ قبل مجيء العريس. الرب يرسل خدام، الرب يرسلك خلال الميديا، يرسلني، يرسل خدام وبشكل أو بآخر يعدهم ويطلقهم، يقدسهم، ينقيهم، يطلقهم لأجل رسالة حية، رسالة سيدهم.
حتى يأتوا بثمر، لأنه يحب النفوس. يس، نفوس غالية وصراخ قبل مجيء العريس. هذه صرخات. أمين أمين. كمان يعني بعد إذنك قسيس جون، أنا عارف إحنا بنتكلم على اللقاء، بس حلو إنه كمان نذكر العلامات. يعني نعم، نعم. الكتاب المقدس يعني مش بيعطينا عنصر بس المفاجئ، لكن بيعطينا علامات. تعرف لما الرب يسوع وقف على جبل الزيتون، نعم، والتلاميذ كانوا يظهروا أبنية الهيكل، قال لا يبقى حجر على حجر، وقال يعني لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. قال عبارة هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. بالفعل تم تدمير أورشليم والهيكل تدميرا شاملا وكاملا. تمت نبوة يسوع المسيح سنة 70 ميلادي، لكن من خلال النبوة بيتكلم عن نبوات مستقبلية، مثل ما ذكر أخوي زياد، حروب، أخبار حروب، زلازل، أوبئة، مجاعات، حيرة، كرب، يعني في مناطق كثيرة. اليوم السيستم كله، النظام، يعني كل الدول مديونة، كل الدول العظمى مديونة، يعني على قش، احنا بنقول على وشك الانهيار. الشرق عم بعيش مأساة الدين وتأثير الدين على الناس اللي عم بضلهم من خلال الدين وعم بيموتوا بسبب الدين. الغرب عايش في المشغولية وعايش في العالم والمادية، وكمان معمي عن هذا الأمر. وطبعا الخطايا بشكل يعني في كل مكان. في ثلاث علامات واضحة في الكتاب المقدس. نعم. العلامة الأولى هو ازدياد الإثم، لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. طبعا اليوم أنت بتشوف تشريع للخطية، سواء الإجهاض، سواء الزواج المثلي مثلا، مش بس انه الناس كانت ترتكب هذه الخطايا اخ زياد وخلاص، يعني هاي الخطايا من القديم الى الحديث، لكن اليوم عم بقنعونا انه هذا النورم، هذا الشيء الطبيعي في الحياة، فعلينا نرضى فيه وإلا نحن الشواذ وهم طبعا اللي مش شواذ. فلكثرة الإثم عم تبرد المحبة، حتى الكنيسة عم تبرد اليوم، بدل ما تكون مشتعلة متأججة هيك نار الروح القدس بتولع فيها حتى تصل إلى الآخرين، في برود في المحبة. صح. العلامة الثانية هو ازدياد الكرازة، ولا في أي عصر من العصور اللي مضت شفنا كرازة اللي بتصل كل أنحاء العالم بنفس الوقت. والدليل انه احنا على هذه الحلقة بشوفونا في استراليا، في شمال امريكا، في اوروبا، في الشرق الاوسط، في الخليج، في اماكن عديدة، في كل الارض، في كل يعني الارض. يعني 98% بتغطي الكرمة الارض. نعم. وبكاليفورنيا بننزل على اللوكال تي في، يعني احنا برامج نور لجميع الامم. نعم. هي بتغطي كل الارض في عدة لغات، في العربي، في الانجليزي، في لغة الاردو، بتوصل لباكستان والهند، بتوصل باللغة التركية، باللغة الفارسية، يعني مليار، اكثر من مليار نسمة. نعم. عندنا اكثر من 40 مليون مشاهد ممكن يشاهدنا اسبوعيا. نعم. من خلال الابس، من خلال الايباد، من خلال السوشيال ميديا. نعم. كل الوسائل التقنية عم بتصل لكل انحاء العالم، عم الانجيل عم بيسمع، عم بيكرز فيه. مكتوب هذا الانجيل يكرز به شهادة للامم. نعم. ثم ياتي المنتهى. متى 24 آية 14 وبقول شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى. العلامة الثالثة هو ازدياد المعرفة، يعني في نبوة دانيال المعرفة تزداد. لم يسبق أي عصر مضى في التاريخ اللي منشوف فيه ازدياد المعرفة مثل ما منشوفه في هذه الأيام. يعني كل كم شهر المعرفة دبل عن أي عصر مضى. وهذا إن دل على شيء، الثلاث علامات في مرحلة واحدة، في ازدياد الكرازة، ازدياد الخطية، وازدياد المعرفة، وهذا كله عم نشوفه أمام عينينا قسيس جون. يعني اليوم أنت عشان يمنعوا الإجرام عم بيستخدموا السمارت، الكرتات الذكية، كمان شوي راح يستخدموا التشيبس اللي يحطوا لك في الجلد ولا يحطوا لك على صباح حتى يكون
كل العالم كل السيستم تحت مخضع. نظام واحد، فكل العالم عم بيصير يعني لنظام واحد عالم واحد موحد اللي بيجمع هذا العالم. هذا كله في الكتاب المقدس، احنا مش بنتكلم يعني امور من الخيال او بنتصنعها، كلها نبوات بيتحدث عنها الكتاب المقدس. يعني لما كنا نقرا هذه الامور بالكتاب المقدس قديما او لما كانوا يقراوها كانوا ما ممكن يتصوروا انه ممكن لما بيتكلم مثلا، ما دامك فتحت موضوع النهايات، ما هو لا يعني العلامات لا بس لازم بس ندرك قول. العلامه لا لا قلت بس انه قصدي انه لما بتقرا عن بسفر الرؤيا 11 انه بيقول لك النبيان لما بيقول لك سقطت جثتيهما على شارع المدينه العظيمه اورشليم طبعا اللي بيقول لك هي صدوم ومصر، صدوم حيث صلب ربنا يعني اورشليم، بس بيقول لك كل الشعوب راح تشوفهم. فلما كنا نحن نقرا هذه الايات نقول كيف راح تشوفهم كل الشعوب؟ يعني هل ترى رح يبعثوا كم واحد يمر عليهم ويشوفوهم، او انه رح يشوفوهم من خلال الساتلايت؟ نحن ما كناش عارفين الساتلايت، بس ده يعني الكتاب المقدس كل يوم عم ببرهن نفسه انه كلمة الله. نعم. العلامات العلامات اللي بتكلم عنها هي علامات عالمية. نعم. تحدث في التاريخ والى الان وصلنا انه الرب برهن انه مجيئه قريب خلال هذه العلامات، لكن انا كنت بتكلم عن علامات كونية او علامات معجزية او فجأة الرب يأتي فجأة من غير سابق انذار خلص. عشان هيك لكن هذه رحمة الرب ونعمته انه عم بيحضر الكنيسة والكنيسة تلتهب وتتأجج بحبه مرة اخرى وتعود ترسل الى العالم، فتكون كنيسة بلا جدران مرسلة للعالم وللخراف الضالة حتى تجذبها مرة. الاخت اللي حكيت معك وقالت لك انه انا شفت الرب يسوع المسيح واقف خلفكم على المنبر بالكنيسة بكنيسة جلفن، أنا سمعتها. الأخت هيدي بعرفها أنا محترمة وراكزة، لأنه ممكن يقول لك واحد أي كلام ويصير تهيؤات، وأنا بعرفها والأخت وأنت بتعرفها حضرتك بتعرفها، دي إنساني محترمة وأنا بعرفها وزوجها محترم جدا وعنده وصار لهم سنين بالإيمان، وكانت عم تبكي لما خبرتك. فده موضوع أنه الرب يصير يشجع المؤمنين، يعني الرب يصير يشجعنا. بتلاقي انه الرب بيعمل شويه هيك لفتات زيارات تشجيعات. انا مره صار معي اختبار، ويمكن عم يسمعوني اخوه ملبون، صار معي اختبار بالكنيسه عند الاسيس سرجون. انا عم بوعظ، هي كنيسه اشوريه، بس انا عم بوعظ، زوجة الاسيس سرجون عم تترجم لي يعني مترجم من العربي للاشوري. خلصت الخدمه ونزلت قعد حد الاسيس، فالاخت كان في اخت ختياره عجوزه جايه باتجاه زوجة الاسيس، وشوشتها وقالت الأخت بشيء بالأشوري أنا يعني ما فهمت، همست في أذنها أنا ما فهمت شو صار. صاروا يزعفوا بالكنيسة. قلت له للأسيس شو صار؟ قال عم تقول للأخت فلاني أنه أنت عم توعظ شايفة المسيح خلف منك وعم بحط لك تاج ذهب. قلت له قال أوكي، أنا من النوع اللي ما بقبض الأمور بسهولة، أنا ما بحبش أدخل بالتفاصيل. قال لي وقلت له وهيك وهيك. بعد شوي قلت له بس انه انتوا واثقين من هذه الامراه يعني عم تحكي كلام؟ قال لي دي نبيه في الكنيسه ما قالت شيء الا متحقق. طبعا انا بؤمن بالكتاب وانا بؤمن بالرب يسوع المسيح وبؤمن بكلمته 100%، بس من مره لمره بسموها سبيشال فيزيتيشن، زيارات خاصه من الرب لتشجيع الكنيسه لتشجيع الخدام يبدو صالحه، ده بيأجج روح الحب والشوق واللقاء لمسيحنا. لكن طبعا مع شوق اللقاء الكتاب بعلم عن أهمية الاستعداد. أمين. تسمح لي بس إنه نكمل عن الاستعداد، بس ما أخذ المكالمة من الأخ مرشد. في الأخ مرشد صار له فترة على التليفون، هلأ يمكن يفضحنا ويبلش ما بعرف. أخ مرشد أنت زعلان إنه اضطرناك شوي؟ أخ مرشد حضرة مخرج أنا مش سامع. ألو. أيوة أخ مرشد الرب يباركك يا حبيبي. الخط عم يقطع كثير. انا دخلت الباب وحطيت التي في وانت عم تقول عن الاختبار، يعني اذا واحد حصل معه معجزه واختبار، لكن صدقني عشت 63 سنه من عمري ما بعرف حالي اني انا واقع بنهر، لحتى الرب بعد ما خلصني من الانتحار قعد يشوفيني بالليل. يشوفيني يعني قصده قعد يظهر له ويكشف له. نعم. يشوفيني نفسي اني رايح بالنهر. اول رجل اجى ليخلصني روح معي، ثاني رجل روح معي، الثالث شعلني وشالني، وانا عم شوف نفسي بالعيان، انا عم شوف عم يشوفيني نفسي بالماء وكيف عم بتخبط.
فرؤية الرب لا تفكر أبدا أبدا أبدا. صحيح 100% بعد ما أثبتت من جماعات الموجودين. أمين أمين الرب يباركك ونشكرك أن الرب خلص نفسك. أمين خلصني من الموت المحتم من الانتحار هون طبعا بولندون، وبعد ما قعدت أصرخ وأبكي ليش لا تخلصني على مدة طويلة. بعدين شوباني قال لي لحتى أشوف من أين دين بدي إياه. انه رب يحبك، رب يحبك وعم يلاحقك يعني. رب يباركك نشكر رب من اجلك. وفي نفوس، وفي نفوس خلصت وقت اللي سمعت الاختبار هذا وثبتوا من اخوي اللي اكبر مني. اجى مره على استراليا وقعد يحكي القصه من اولها لاخرها. امين امين. نشكر الرب. الرب يباركك 100% صحيحه يا اخي. امين امين. الرب يباركك ويكمل معك ويستخدمكم جميع بجاه الرب يسوع المسيح الرب اللي خلصنا يخلص نفوس. امين امين امين. شكرا لك اخي الحبيب ورب يستخدمك بكل قوه. شكرا رب معك. ثانك يو. رب يبارك. بتكمل الموضوع اللي كنا عم نبحثه من فضلك عن موضوع الاستعداد. يعني احنا ذكرنا انه لغير المؤمنين طبعا دينوني مثل ما ذكر اخوي زياد في غضب من السماء معلن على فجور الناس، وفي يوم بسموه يوم الرب يعني يوم ظلام يوم قتام ومخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. فبالنسبة لغير المؤمن لما بيسمع هاي الرسالة اسرع، يعني اسرع اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، اسرع انك تتوب وتنجي نفسك. واصغر صلاة ممكن تصليها تقول له يا رب نجني، والله يأتي ويسرع الى معونتك وإلى إنقاذك. لكن لما بنتكلم عن أشواق اللقاء إحنا بنتكلم للكنيسة، ولما بنتكلم للكنيسة واحدة من أسماء الكنيسة وأوصاف الكنيسة هي العروس التي تشتاق وتنتظر لقاء العريس، كما أن العرس في بلادنا الشرقية. فالرب بيشجع يعني على عدة تشجيعات في الكتاب المقدس. واحدة من التشجيعات اللي إحنا نسلك في حياة القداسة العملية. في أنا فتحت الكتاب على رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 13 من آية 11. هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. نعم. فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. فبقول يعني عارفون الوقت، يعني المؤمن بميز الأزمنة جاهز. والأوقات جاهز، يعني مش شيء غريب عليه. هذا عن عارفون أنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. طب احنا خلصنا ونلنا الحياة الأبدية، لهو بيتكلم عن خلاص التمجيد، الخلاص الأبدي، فداء أجسادنا نكون معه في كل حين. كانوا بقول قربت، فلأنه قربت يعني أسلك في القداسة العملية. تناهى الليل تقارب النهار، نخلع أعمال الظلمة، البس أسلحة نور، نسلك بلياقة، وهكذا يعني كل الأمور اللي بيتكلم عنها نعيش في القداسة العملية. أمين. لأنه بدون قداسة لا يمكن أحد أن يرى الرب. شيء تاني بعد إذنك قسيس، طالما انفتحت على الموضوع التشجيعات في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الإصحاح العاشر، ورح أقرأ من آية 23 اللي هي بيبتدي فيها بقول ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فإذا بآية 24، فإذا كلما اقترب اليوم بشجع الكنيسة إنه نشجع بعضنا البعض. اليوم بسميه اليوم، اليوم كلمة حلوة اليوم، على قدر ما ترون اليوم يقرب.
مجدا يعني كلما قرب يعني احنا بنسمع عن كل هاي العلامات شو اللي بدفعنا انه نحب بعضنا يس نتوحد نكون واحد في المسيح. يا كنيسة الرب اتوحدي توحدي استيقظي يعني يا كنيسة استيقظي الرب جاي العريس جاي رح يجي لكنيسة مش هرجلة يعني رح يجي بقول لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة عارف يعني كنيسة ممجدة منتصرة تستقبل مجيء الرب يسوع لكن غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة يعني الخدمات الروحية مثلا أنا عاوز أقول وتزعلش مني أسيس التلفزيون هو بس وسيلة دعائية غرض الله بالكنيسة الرب يسوع قال أبني كنيستي مش فرصة إنه الإنسان يترك الكنيسة المفروض تروح الكنيسة تحضر الاجتماعات في الكنيسة وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب يعني كلما اقترب المجيء المفروض إنه نجتمع نتشجع نعزي بعضنا البعض نقول مران آتا الرب آت عن قريب أمين تعال أيها الرب يسوع الروح والعروس يقولان تعال أمين. يعني في اشتياق لهذا اللقاء لكن المفروض نتغذى نتشجع نتوحد نحب بعضنا البعض وهي هي رسالة آخر الأيام أخ زياد يعني الرب عاوز كنيسته تصحى تنتفض من العالم يعني الكنيسة مطلوب منها أن تحب بقوله نحب بعضنا البعض بقلب طاهر وبشدة أما المحبة فلتكن بلا رياء يعني بينما أهل العالم رح تكون محبتهم باردة حتى ما فيش محبة أصلا بالعالم هو أصلا الرب يسوع بيقول إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشرون يفعلون هذا طب ما العالم بحب بعضه فكم بالحري محبة المسيح اللي بتحصرنا محبة المسيح اللي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس حتى نحبه حتى ننتظره حتى يكون عندنا هذا الاشتياق العجيب نقول له أمين أمين, أمين, أمين تعال أمين أيها الرب يسوع أمين أمين بس للتنويه موضوع التلفزيون في ناس بيقعدوا قدام التلفزيون وبيقول لك خلاص قعدت غلط قعدت وما بحبش الناس وما بدروا على الكنيسة الأحبائي القعدة قدام التلفزيون مفيدة جدا لكن طبعا رسالة قناة الكرمة مهمة إن توصل لك المسيح لكن أنت الكرمة بتعلمك إنك تنبنى في كنيسة لازم تتلمز ما فيكش تقول أنا خلاص ما أنا عم بتسمع وعم بطبخ مثل ما سمعنا الأخت نشكر رب من أجله عم تطبخ وعم تسمع very good ما كمان التلفزيون عم بيشوش الناس عم بيشوش الناس إذا ما فيش رسالة متحدة إذا ما فيش رسالة كتابية سيس جون إذا ما فيش رؤية واضحة هدف مشترك إحنا عم نضرب ضربات عشوائية في الهواء يعني إذا واحد بضرب رصاص مش عم بصيب الهدف يعني بصلاة واحدة تكون ممسوحة بالروح القدس بتجيب ملايين من النفوس تأتي إلى معرفة أمين المسيح أمين. طبعا أنا مش عم بمدح الكرمة يعني أنا بتعامل معها بس نشكر رب يعني الإدارة تبع الكرمة كتير حريصة أن تنتبه على البرامج المقدمة بحاولوا قد ما فيهم ينتبهوا انه كل برنامج يقدم يكون فعلا دسم طبعا هلا ممكن يصير في شيء فجائي لكن بيتعالج بسرعه اكيد واكيد حث النفوس الكرمة ونور لجمع الامم بتحط النفوس اذا اثنين شخصين اعلاميين مستخدمين كبار عم بيقول لك لا غنى عن الكنيسة فبتحث النفوس بتقدم لهم هذه الفكره انك تلتزم كنسيا لانه هناك في طعام اي في الكرمة في طعام وفي خدمه نعم. وفي عباده وفي شركه مقدسه في شركه بتعبد الرب وانت بتعبد الرب مش بس بالتسبيح وبالترنيم وبتسمع الكلمه لكن بتعبد الرب بتقديم عطاياك وعشورك ايضا للكنيسه والكنيسه تتحد سوا حتى تعبد الرب وتقدم تقديماتها القلبيه والماديه امين فاذا في تلمذه بالكنيسه وفي عباده بالكنيسه وفي خدمه بالكنيسه وفي شركه بالكنيسه كسر خبز. وفي كسر الخبز اللي هو يعني الكسر الخبز اللي هو المناوله عن طريق التلفزيون نعم يعني أمين. لازم تكون مع جسد مشترك يس يعني بقول حينما تجتمعون كلما اجتمعتم يعني دائما باكد صحيح. على هذه الحقيقه أمين. تخبرون بموت الرب الى ان يجي طيب خلينا من فضلكم اخذ ابن الفادي معنا ابن الفادي اذا انا مش غلطان حضره المخرج بنت الفادي اهلا وسهلا في بنت الفادي مساء الخير انتم هلا واهلا اختي اهلا رب يبارككم ويبارك اخ نزار واخ زياد ويسعدكم اكثر واكثر لمجد اسم القدوس ويباركك انا بس عندي سؤال انه احنا بنشتاق لمجيء المسيح بس من ناحيه ثانيه غيد الكل يخلص نعم بس
في لوقا الإصحاح الثامن عشر. لعله يجد الإيمان. العدد ثمانية. نعم. ولكن لما تجاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. نعم. نعم. كيف نربطها بمجيء المسيح وإحنا يعني حتى أنتوا كخدام أمناء شوق قلوبكم إن الجميع يخلصون، حتى كان شوق المسيح بخدمته أن الجميع يخلص. نقطة حلوة، يعني سؤال حلو كتير. ربي باكك، ربي باكك. طبعا سؤال حلو كتير، ربي باكك. لكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ المسيح عم يتكلم كلام عن صراخ المختارين. أفلا ينصف الله مختاريه صارخين إليه نهارا وليلا؟ أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان. فكيف نربط موضوع أنه لما يجي المسيح مش رح يلاقي مؤمنين يعني، ولا ما فيش ايمان، ولا كيف؟ ما احنا رح نكون ناطرينه. لا، هو بيتكلم عن في الرسائل بيتكلم عن حاله ارتداد. نعم، في ارتداد كتير. أوكي. رح يكون في اخر. فاذا هذا تفسير الايه قوم. لا هذا سياق الحديث بيختلف. كليا. أوكي. لكن في اخر الايام رح يكون في ارتداد كثير، لكن من ناحيه ثانيه رح يكون الكنيسه صامده ثابته امام الضيقه، امام نار الاضطهاد اللي رح تواجهه الكنيسه. فرح تكون كنيسه نقيه، يعني مصفاة مطهرة بالكامل حتى تلتقي مع العريس. فدايما حتى من أيام الرومان إلى يومنا هذا بتشوف يعني اثنين خطان متوازيان. بتشوف الارتداد، بتشوف الإثم، بتشوف الخطية، لكن من ناحية تانية بتشوف البركة، بتشوف الثمر، بتشوف الانتعاش من خلال الكنيسة. لأنه في بعض الأشخاص بيفسروا بيقول لك أنه بده يصير في ارتداد، نعم، لكن بذات الوقت البعض يفسر هذه الآية أنه ممكن تكون هذه عم تتكلم عن مؤمني الضيقة، بيرتبط بمؤمني الضيقة وخاصة مختاري الشعب القديم يعني. فطبعا في تفسير معين، لكن طبعا مثل ما قال الأسيسي أحبائي أنه الآية المزورة بلوقا 18-8 أنه المسيح بيقول لعله يجد الإيمان على الأرض، هو المسيح رح يجي ويلاقي كنيسة. لكن المشكلة وين؟ أنه في ناس كتير رح يرتدوا عن الإيمان، مثل ما بيقول الكتاب المقدس ويرتد وسيرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة. يعني في تعاليم كتير رح بيكون، لكن المسيح سيجد الكنيسة الساهرة. بتحب تتكلم حول موضوع الكنيسة الساهرة، الكنيسة المستعدة، في إيمان على الأرض، ناطرين المسيح، تفضل. دائما بسمع أخ نزار بيقول في تجوالنا وترحالنا أن الكنيسة ستكون مستعدة ومتأججة بالحب نحو الرب يسوع عريسها وسيدها. لكن أنا طبعا لا أختلف معه، زي ما بقول الكتاب وزي ما هو دايما بينبر أنه في ارتداد وفي فتور. كنيسة اليوم، ويمكن هذه ثالث حلقة حضرتك تستضيفني فيها وأنا بنبر هذا الموضوع، أتكلم عن نفسي وعن آخرين. الكنيسة ليست بالحالة التي يجب أن تكون عليها، لأنها لا تعيش مركزها في المسيح، أنها تعيش ظروف الحياة. وللأسف احنا مش سوداويين، احنا إيجابيين بالعكس، لكن إن شاء الله هذا يكون صوت هذا المنبر، هذا البرنامج يكون صوت فعلا صداح لكل مؤمن حتى يوعي يستيقظ من جديد. احنا منشجعك خي المؤمن، بس منخبرك يجب ان تستعد لمجيء الرب يسوع المسيح. الرب لا يريد كنيسة هزيلة، يقبل ضعفنا، يحبنا، لا يزال يتأنى علينا، لكن يريد ان ينقينا ويستخدمنا مرات بضعفاتنا. مستغرب اللي استخدم شمشون بيستخدمني، اللي استخدم سوري بالتعبير حمار لسه بيستخدمني. لكن الله يود ان تصل الكنيسة زي ما قال الرسول بولس، حتى أقدم عروس عذراء عفيفة بلا دنس ولا غضن للسيد الرب يسوع. بتجوالنا وترحلنا مش عم نشوف من جهة أو أخرى الكنيسة على هذا المستوى. نعم، هناك بعض البلدان ترى فيها انتعاش وفارق عن بلدان أخرى، لكن بشكل عام الكنيسة يجب أن تصحى. يجب أن تصحى، ما ضلش وقت، نسينا رسالتنا، نسينا الامتياز اللي الله أعطانا إياه، ونسينا الوكالة المسيحية، نسينا أن نكون جنود ونجاهد قانونيا ونستعد لمجيء الرب والهدف. الناس مش عم بيشوفوا أن الرب قريب، لأنه الكنيسة دخلها ومن أوسع أبوابها التدين والعالمية. لو الرب فعلا، مشان هيك قال لكنيسة لودوكية أنه أنا
أزعزع منارتك إن لم أنت من بقيت على كنيسة أفسس. أفسس لكن يقول لك لكنيسة لودوكية سوري أنا واقف على الباب وأقرع، هو خارج الكنيسة وأنا مزمع أن أتقيأ، وأنا مزمع أن أتقيأ من فمي سوري. يعني أنا ذكرت عن طبعا بالنسبة للتشجيعات التشجيع على القداسة، الكنيسة لازم نعم. تتقدس وإحنا لازم نتقدس، ولما بقول ما في حد فينا كامل على فكرة، إحنا خطاة وكلنا معرضين للخطية، لكن هو بس نعمة المسيح حافظ المسيح، نعمة الرب يسوع. التشجيع الثاني اللي هو غير تاركين اجتماعنا، نحرض بعضنا البعض على المحبة والأعمال الحسنة. يعني الكنيسة لازم تأخذ دورها في المجتمع، لازم تكون نور، لازم تكون ملح. بس التشجيع الثالث، الكنيسة لازم تكون مستعدة، لازم تكون سهرانة. الرب يسوع أعطى مثل العذارة الحكيمات والجاهلات، الجاهلات كنا غير مستعدات للقاء العريس، فطبعا يعني ضاعت الفرصة عليهم. لكن بولس الرسول القديس بولس بشجع الكنيسة في رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي الإصحاح الخامس من الآية الأولى، وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة، لاحظ بيتكلم للإخوة للكنيسة، فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا أي ستة فلا ننم إذن كالباقين بل نسهر ونصح. بكمل بقول لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون. بعدين بكمل بقول في أي عشرة، الذي مات لأجلنا حتى إذا عن ربنا يسوع المسيح، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه، لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. بيتكلم عن تحقيق، يعني يوم الرب جاي والأزمنة والأوقات. حكى لهم الرسول بولس لا حاجة لي أن أتكلم، أنتوا أبناء نهار، بس طالما أنتوا أبناء نهار اسهر، اصحى، كون منتبه، كون يقظ، يعني ممكن كون حذر. ممكن يكون مؤمن مش سهران طبعا. في كتير ناس، في ناس راكبة بالمركب على حساب غيرها. يعني نشكر الله الرب لمسه ونعمته خلصه، بس للأسف مش عم بعمل شيء للرب يسوع المسيح. بالمقابل بولس الرسول بيتكلم لتيموثاوس، وانا اسف ان عم بقتبس ايات كثير لان عاوز اوصل النقطة للصميم. ومبرهنة يعني من ايات حتى في اخر حياته لما بيكتب لابنه بالايمان تيموثاوس، يقول له في الاصحاح الرابع، اذا انا اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. كان يؤمن بالمجيء الفوري، imminent coming. يعني في أي لحظة كان يؤمن بولس أن رب يسوع جاء. هاي نقطة لازم نحكي عنها بعد شوي، لأنه يعني رغم من 2000 سنة كان عايش متوقع أنه رب رح يجي حتى في السجن. فشو بقول طالما أنه رب جاي، بقوله اكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، انتهر وبخ عز بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. شو بيكمل بولس بقول؟ فإني أنا الآن أسكب سكيبا، تممت خدمتي، ووقت رحيلي قد حضر. انحلالي، فإذا يعني رحيله قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل، ليس لي فقط
بل لجميع الذين يحبون ظهوره، المنتظرين، المشتاقين، اللي بيستنوا. نعم في ناس مش سهراني أساس، خلينا نكون واقعيين، في ناس بالكنيسة جسدية، في ناس بترفع الضغط والسكري، في ناس بتطير ضبان المخ. مش بقول الكتاب إنه العذارى الحكيمات والجاهلات ناموا؟ أيه. مش بس العذارى الجاهلات، لما أبطأ العريس، نعسنا جميعهن ونمنا. فناموا. وللأسف هيدي بآخر اللحظات، لحظات ما قبل المجيء، مجيء المسيح. نحن نحتاج إلى النعمة زي ما تفضل القسيس، نحتاج إلى النعمة وملء الروح وانتظار واستعداد لمجيء الرب كتابيا وخلال التزام الكنسي وخلال حياة اليقظة كل يوم، حياة اليقظة. هذا أمر مهم جدا. يعني وإحنا بنشتغل عم ننتظر الرب، يعني مش إنه نقعد في بيوتنا، ما الرسول بيوبخ أهل تسالونيكي، لكن وإحنا بأعمالنا بأشغالنا في مدارسنا في كل مكان أنا عم بنتظر مجيء يسوع المسيح. مرثا مرثا أنت تنشغلين وتنهمكين تهتمين بأمور كثيرة. أي. إبليس والجسد والعالم له دور كبير في حياة المؤمن. صدقني كاتب لك إياها وبدي أسألك إياها، هي مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. أما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. الأولويات ضاعت. أمين. رح نحكي بعد شوي عن مشغوليات المؤمنين اللي مش قادرين يكون عندهم فعلا أشواق اللقاء الحقيقي. الرب يسوع اشتاق لنا، فكم بالحري نحن يجب أن نشتاق إليه. فلازم نتكلم عنها بعد قليل، بس بعد هالترنيمة من فضلك. يلا أخذي ربي باكك. رح ناخذ أحبائي ترنيمة بنعمة الرب يسوع المسيح. يا حضرة المخرج أنا مش سامع الصوت عنا شوي أحبائي، something happen، لكن رح يرنم الأخ زياد ترنيمة بالعود. فينا نحن نلعب فيديو كليب، بس مدام الأخ زياد معنا نستفيد منه. الأبواب عالساحب رح يجمعنا عالساحب، عالأبواب جرب يجي عالأبواب، عالساحب رح يجمعنا عالساحب. نصحان نوامل عيان، نجرع نحيا بالإيمان، نتبع خطواته بأمان، نلهج بكلام الكتاب. نصحى من وهم العيان، نرجع نحيا بالإيمان، نتبع خطواته بأمان، نلهج بكلام الكتاب. على الأبواب قرب يجي، على الأبواب عالساحب رح يجمعنا. يا كنيسي جاي العريس اللي اختارك قبل التأسيس، كمل جهازك بالتقديس، جرب يجي عالأبواب، عالأبواب جرب يجي عالأبواب، عالساحب رح يجمعنا عالساحب. راجع يخطفنا للدار، بإيده صنعاء للأبرار، مستنينا يسوع الباري، رحب في نبات الآب. عالأبواب جرب يجي عالأبواب، حبيبنا يسوع عالساحب رح يجمعنا عالساحب. دعوا نتمسك بالوعود، نتسلح فيها تيعود، وبرباب ودف وعود، نترنم له شيخ وشاب. عالأبواب جرب يجي عالأبواب، عالساحب رح يجمعنا عالساحب. أمين. كنا عم نتكلم عن موضوع انه في مؤمنين ممكن يكونوا مشغولين وما عندهمش اشواق اللقاء. يعني انا حطيت تشبيه بسيط، مثلا
بحسب لوقا الإصحاح العاشر دخل إلى قرية استقبلته امرأة تدعى مرتا اسمها مرتا وعندها أخت اسمها مريم. دخلوهم دخلوا على للمسيح على بيته معه تلاميذه أكيد. طبعا حضرتها يعني عم تعمل وجبات الضيافة وشيء طبيعي. في شيء امرأة من الأخوات مش لازم تعمل ضيافة ولا سيما الرب يسوع بس المشكلة الوحي كأنه عم بنبر على أنه رغم أنه في عليها وجبات لكن المسيح وبخها هيك بطريقة فيها محبة يعني. يعني هي بتحب الرب يسوع مرثا لأنه يعني لاحظ في اللقاءات كل اللقاءات مرثا مثلا ركضت للقاء يسوع المسيح لما جاء ليقيم لعازر وقالت يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. يعني كان في علاقة خاصة حميمة مميزة. لكن مرثا يعني زي إحنا في عيلة واحدة يعني يسوع كان من البيت من العيلة كان يحب لعازر مريم ومرثا. حتى لما مات لعازر فأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض. يعني كان يسوع بحب هذه العيلة وكان رايح على بيته يعني هذا البيت اللي كان فاتح للرب يسوع. فأشخاص أفراد العيلة بتيجي مرثا بتقول له أما تبالي يعني احكي لك كلمة احكي لك شيء مع مريم أنا منشغلة أنا عم بحضر الطبيخ وبنفخ وبطبخ وكذا والست مريم قاعدة عند إجريك مش عم تعمل ولا شغل ولا عملة. فطبعا فاجأها الرب يسوع في الجواب قال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. يعني في شيء أهم من الانهماك لكن الحاجة إلى واحد. فمريم كانت دائما يعني ساجدة عند رجلي الرب يسوع خاشعة. يعني في أحد الأيام دهنت قدمي المسيح في يوحنا وهكذا. يعني فمرثا هي بتحب الرب يسوع لكن المحبة تظهر في مزايا وزوايا متعددة. مريم كانت خاشعة وعابدة. مرثا كانت منهمكة بالأشغال لكن محتاج تركز بدل ما أنه الشغل ركزي نظرك على يسوع. يعني ممكن يكون في واحد عم يخدم الرب بس يكون مركز على الخدمة بس مش مركز على المسيح. في مرات في سلوك في الجسد في خدمة الجسد لكن التكريس الحقيقي لما الإنسان بيمتلئ بحب المسيح. سأل الرب يسوع بطرس قال له يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال يا رب أنت تعلم إني أحبك. قال له ارعى خرافي. ما قالوش ارعى غنمي بالأول قال له أتحبني. لما الإنسان بحب الرب الشيء الطبيعي هاي المحبة لابد أن تنعكس بالخدمة أيضا. في كتير ناس بتخدم بس ما عندها محبة. في كتير ناس بتخدم الرب بس عن حسد عن غيره. في ناس كتير بتخدم بدها تظهر حب العظمة والظهور. في ناس بتخدم حب السلطة. في ناس بتخدم حتى يعني بتفركش في أمور كتيرة. لكن نعمة الرب مع كل هذا الله بحبنا والله بيقبلنا وبيستخدمنا بيستخدم مثل ما قال أخوي زياد بيستخدم الحمار كمان. بدي خبرك شغلة هلأ تذكرتها. لما إجا المرة الماضية الأخ زياد على الكنيسة المشيخية في ماريلاند الأحبة تفضلوا علينا وعطوني أنه يطلع معي الأخ زياد على البرنامج. فأنا فرحان بدي أحكي معه ومشتاق له وكذا. فحضرته بده يصلي ماشي من السيارة أنا وياه وصار يصلي هلأ بيخلص أنا عم سوق صلواته طويلة وهلأ بيخلص بطل يخلص يا خيي. طيب أوكي نشكر الرب. بس الحلو وين أنه ربي باكك يا أخ زياد ربي باكك من عند الرب أنه أنت مش مشغول بالخدمة بس أنت مشغول بمحبة السيد أولا. وهذه نقطة كتير مهمة. صدقيني بخاف على نفسي مرات حقيقة وبخاف على كل خادم غالي على لأنه الشهرة بتضر والخدمة بتبعدنا عن محبة المسيح. الخدمة بدون جلسة عند أقدام السيد ضيع وقت ما في ثمر. يعني فلسطين لا وإن كان ثمر بيكون ثمر عقيم. قال فانتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا. يعني حتى أصعب يعني. والرب استخدمنا بالنعمة لأجل اسمه رغم أنه إحنا مش محضرين مرات بنكون وجاهزين لكن نتوقع حضوره. بيجي الرب حسب إيماننا في الكلمة حيثما اجتمعتني ونتوقع أيضا أنه يستخدمنا وبيستخدم لأجل اسمه بالنعمة. لكن أفضل أن لا أستنزف طاقة النعمة أو رصيد النعمة وأتكل أو أستغلها استغلال سيء وأجلس عند أقدام الرب أشبع فيه. يوم الأيام ربما الرب إلي أنا شخصيا
كان نفسي الخادم مش الخدمة تبعك. فأنا بتمنى مش كلام بالهوى، بتمنى بقول له يا رب أعطيني وقت أقضيه عند إجريك حتى أتغير. وبتذكر موسى كان وجهه يسطع من جلسته مع السيد، بس نفسي الناس تشوف فيه عمل الرب، والناس ممكن بصمتنا تتغير بس نقعد مع الرب لأننا منحبه. في تضحية، في تضحية، وأنا بحقق في تكلفي، في كلفي، في تكليف إلهي، لكن قبل التكليف أقعد قدام الرب. عفوا، دعوتنا نخدم الرب أولا ثم نخدم الآخرين. في ناس بقول له ليش ما بشوفك بالكنيسة مثلا، ليش ما بتجي بتصلي وبتعبد الرب وبتفرح مع الرب وبتفرح بالرب كمان، بيقول لي مشغول كتير ومش عم لحق شغلي، يعني أنا محتاج كتير لأوقات. بقول له صدقني أنا من خبرتي من اختباري، الشغل اللي بده 10 ساعات شغل إذا بعطي للرب حقه وبقعد عند رجلين المسيح وبحكي معه وبصلي اللي بده 10 ساعات بصير بده ساعة. الرب هيك بيعمل طريقة بينفخ بخلصها. بس شو القصة انه انت اعطي يعني الرب اولا في الموضوع. بدي اقول لكم شغلة، انه الاخ مازل البطارسي بسلم علينا وبيقول لي وي لاف يو جايز، ربي يباركك يا اخ مازن، انا عارفك. قال لي عم صلي لكم، عم يحضر الحلقه. شكرا الاخ مازن البطارسي، نشكر رب من اجلك. كان بملبون وسافر من كم يوم، كان عم يخدم مع الاسيس جابر عوض، وخدمه ونهضه عظيمه جدا جدا، ومع الكنائس الاخرى ايضا. فربي يباركك ويستخدمك، ورح نشوف الاخ مازن بنعمه الرب اذا الرب يسوع تأنى في مجيئه. رح نشوفه تقريبا باخر جانيوري في سيدني بنعمه الرب يسوع في كنيسه جلفيد العربيه المعمدانيه، باخر ويك اند، اخر ويك اند بجانيوري، ورح يحضر المؤتمر ويكون شريك بالخدمه في هذا المؤتمر العظيم. فاهلا وسهلا فيك اخ مازن مره ثانيه على سيدني. طيب احنا كنا بدنا نتكلم على نقاط اخرى. الشعب القديم إذا بتلاحظ الآيات اللي بيقول ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك تتزلزل الجبال، إشعياء بيقولها. الشعب القديم كان عم يتمنى يجي الله لأنه عنده ظروف صعبة وضيقات وكذا. فممكن نحن كمان أحيانا مسير نقول له يا رب تعال، بس مش لأنه مشتاقين، لأنه عندنا ظروف صعبة. فأنا بدي ركز على موضوع أنه لا، لازم نفصل بين هذه وتلك، وإلا المسيح بيكون كأنك عم نجرح قلبه. طبعا يعني احنا لما بننتظر مجيء المسيح هو يعني انتظار المحبة. يعني في هاي اللحظة مش عذر للإنسان. واحد متقاتل هو مرته ولا متقاتل هو جاره، يعني دخيلك يا رب تعال بس خلصني من جار، يعني كأنه بدي يطلع عند يسوع بس بس هيدي إهانة للرب. يعني الفكرة لا، يعني الانتظار فيه أشواق خاصة، فيه علاقة حميمة، فيه محبة، شوقي متأججة، شوق يعني شخص بحب شخص، مش لأنه في ظرف معين ولا في شيء يعني مكروه. طيب معنا شمعون من أمريكا، بنأخذ المكالمة ومنتابع الحديث بنعمة طيب. رب يسوع، أهلا وسهلا أخ شمعون، الرب يباركك. السلام المسيح معكم، الله يبارك فيكم ويبارك حضرتك يا أبطال الإيمان. الله يباركك حبيبي، ربي يباركك. سلام مسيح معكم. بقالي زمان ما سمعتش صوتك يا أخ شمعون. الله يبارك فيكم. أسيس جون، بحب أعرف شوي على كلمة الكنيسة. نعم تفضل. الكنيسة في الوقت الحاضر أصبحت طرفين، كنيستين. في كنيسة هي باللغة السريانية معناها كنوشو، كنوشو معناها جماعة الناس، جماعة المؤمنين. الكنيسة جماعة المؤمنين. نعم. وفي كنيسة المبنى. نعم. جماعة المؤمنين الذين بيأمنوا في الرب يسوع لما قال حيث ما اجتمع اثنين أو ثلاثة فأكون في وسطهم. نعم. هذه كنيسة. لكن في كنيسة تانية بفكروها الناس هي المبنى. نعم. لما الرب يسوع قال سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. نعم. في كتير صدقني، صدقوني يا جماعة، صدقوني يا أبطال الإيمان، كتير مسيحيين لما بيفكروا انه الكنيسه زي ما تقول المبنى، انه هاي هدموا المبنى. صحيح. هاي الدواعش كسروا فلان وعملوا فلان. يا اخي كسروا الحجر، نزلوا الحجر. نعم. لكن ابواب الجحيم لم تقوى عليها هي ابطال الايمان، اولاد الرب، جماعه الناس، جماعه المؤمنين. فهذه كثير كثير ضايعه عنهم وكثير بعيده عنهم. نعم. ليش ما بعرف. بعدين كلمه، بعدين رؤيا يوحنا اللي تفضل الملاكم البطل تبع بلدي أنا، الله يبارك فيه، حكى بيها كتير بعيدة رؤية يوحنا عن كتير كنائس، وهذه الكنائس الحجرية مو كنائس جماعة الناس. رؤية يوحنا بعيدة كتير كتير.
والرب يبارك. أشكرك جدا أشكرك جدا. بتحب تعلق؟ قدرت سمعت بوضوح؟ يعني إذا قدرت بيتكلم عن الكنيسة هي نفس الكلمة الأرامية القديمة، هي كمان في اللغة العبرية من كاهل أو كلا تعني جماعة، في اللغة اليونانية إكليسيا من الفعل كالو ينادي أو يدعو، إك اللي هي إكسيدوس اللي هي خروج، يعني هي ببساطة جماعة المدعوين من الخارج. من الذين دعوا من الخارج؟ اللي أجينا من العالم من الأمم وأصبحنا جماعة الله جسد المسيح، أصبحنا مفديين بدم الرب يسوع المسيح، وأصبحنا جماعة، صرنا جنس مختار، كهنوت ملكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، أعمدة حية، جسد المسيح، عروس المسيح، هيكل الله، جماعة القديسين والمختارين، وهكذا أسماء ومسميات كثيرة اللي بتعبر مش عن organization لكن organism، أعضاء حية في جسد الواحد هو جسد الرب يسوع المسيح. هذه هي الكنيسة الغير منظورة اللي الرب يسوع بيبنيها من كل أنحاء العالم. لكن في الكنائس المحلية مثل كنيستك مثلا السيس في سيدني، أو كنائس كورنثوس، كنائس الله في كورنثوس، أو كنائس أخرى، هي كنائس أيضا حية لكن إلها مكان ويستمعون في ظرف وفي زمان ووقت معين. هذا ببساطة فكرة الكنيسة. أمين أمين. بتحب تزيد أي نقطة حول الحوارات اللي صارت معنا بالنسبة لل... طيب، لأنه أنا كنت عم أتكلم عن موضوع أنه الشعب القديم كان عم يترقب مجيء المسيح، فالمسيح جاء، لكن حتى الشعب اللي كان ناطر المسيح ما قبل المسيح. يعني خلينا ناخدها مبسطة، كل الناس بتحب تنتظر شخصية معينة. هلأ عند الشيعة مثلا بيقول لك المهدي المنتظر جاي، مزبوط؟ فعند البوذيين في شيء طبعا تعليم آخر، فطبعا في تعليم متنوع، لكن نحن نؤمن أنه واحد أحد ما فيش غيره هو الرب يسوع المسيح الذي سيأتي. نحن نؤمن نعم. كمسيحيين بحسب, نعم. بحسب كتابنا ومثبت ومنطق طبعا وكل نعم. كتابي. لكن بني إسرائيل بالماضي اللي صار أنه كانوا منتظرين المسيح، لعل هذا هو المسيح، لعل هذا هو المسيح، كل ما يشوفوا معجزة من يسوع الناصري، لعل يعمل أعظم، ولعله متى جاء المسيح يعمل أعمال أعظم من هذه. فالنتيجة أنه جاء المسيح المنتظر بس ما استفادوا منه. وأنا أخاف أخ زياد أنه رح يجي المسيح والمسيحيين اللي أساس بيصلوا للمسيح إذا مش مخلصين مش مختبرين النعمة إلى مرانين رح يخسروا البركة. صحيح، رح يكون يعني فخ كبير، مجيء المسيح رح يكون فخ كبير. يعني بيقول الكتاب أنه بنو الملكوت اللي دعى عليهم اسم الرب يسوع يطرحون خارجا. واو. لكن سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم. مشان هيك بيقول الكتاب اختار الله المصدر وغير الموجود جهال العالم. فأنا بقول إنه العالم كله يجهل حقيقة حب الرب يسوع المسيح، فقط اللي وصلته الرسالة واللي تجاوب مع الرسالة والروح القدس طبعا حثه. اليوم في كتير توصلهم رسالة المسيح، المسيحيين حقيقيين، وبغض النظر إذا كان مسيح حقيقي لكي ينمو، لكن المسيحي البعيد عن الله سمي باسم المسيح لكن مش عايش، لم يعيش. بتقول له بتحب الرب يسوع، بقول لك أنا بموت كرماله. طب بتحيا كرماله؟ نعم. بتعيش معه؟ لا. سوري وضحها لأنه حلو كتير النقطة اللي عم تقولها، وضحها من فضلك. ياما سألنا أشخاص بتعرف الرب يسوع المسيح بقول لك أنا بموت كرمال مسيحيتي، فإذا هو عم بموت كرمال مسيحيته كمسيحي كحزب. صحيح. من السهل أنه الإنسان يموت من أجل المسيح، مثل ما بنشوف اليوم ناس بتموت من أجل الدين، هذا أسهل شيء، لكن من الأصعب أنك تعيش من أجل المسيح، الحياة من أجل المسيح. لي الحياة هي المسيح، الموت ربح. عادة الموت خسارة، يعني هم بيتكلم عن شيء متناقض، يعني لما شخص بيموت بيقول يا خسارة، لكن في حسابات بولس بيقول لا، لي الحياة هي المسيح. الموت يعني ربح، لأنه خلاص أنا بكون مع المسيح. لكن برضو يعني هذه نقطة كتير كتير مهمة كمان بالنسبة للشعب القديم، لأنه طرحت الفكرة. الشعب القديم حتى في مجيء المسيح عم بيعملوا أو شكلوا مسيح
بطابع بإطار بشكل معين. شكلوا المسيح بالإطار السياسي. المسيح الذي سيأتي سيملك من أورشليم وسيخضع كل الأمم، المسيح الذي سيطيح بالإمبراطورية الرومانية ويثبت عرشه من أورشليم. فهذه الفكرة كانت أكثر الفكرة السياسية، مع أنه فكرتهم عن المسيح والذي يجمع ويوحد أسباط إسرائيل، بتكلم بحسب الفكر اليهودي في العهد القديم، وهو الذي يبني الهيكل وهو الذي يفتح عيون العمي. هذه المواصفات لا توجد في أي شخص آخر سوى في شخص المسيح. مكتوب عن المسيح مش بس بيجمع الأسباط، لكن يجمع جميع أبناء الله المتفرقين إلى واحد في يعني أيضا رعية أخرى، في حظيرة أخرى، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فعمل المسيح مش محدود في إطار محدد، لكن رسالة المسيح لكل العالم. فعندما جاء المسيح، وطبعا كانوا حاطينه في مستوى معين، الفريسيين كانوا يحافظوا على الشريعة على الناموس، فمثلا كسر يوم السبت كانت تعتبر جريمة نكراء في فكر الفريسي، لأنه يعني قدس يوم السبت، فراحوا عاملين أكثر من 500 قانون مع يعني الحفاظ على يوم السبت، إلى درجة قال المسيح للفريسيين أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. حتى لما هيرودس سأل أين يولد ملك اليهود، عرفوا مكان الولادة لكن كان عندهم اللامبالاة. نفس المجيء الثاني، معظم الناس اليوم، كثير من الناس عندهم حياة اللامبالاة، بحسب يعني جاي أو مش جاي، يعني خلاص في نوع بس من نسبوا أنفسهم للإيمان، حتى ما رحوش يفحصوا الأمر في بيت لحم. واليوم يعني بتقول له رب جاي أمين، يعني بس في اللامبالاة، مش عم بيشتعل مثل ما حكينا بحياة القداسة. بس هذا دليل يا أسيس، دليل مين؟ يعني أنا ما بدي دين الناس، بس وحدي بتقلك أنا بحب واحد لا بتحكي باسمه ولا بتنتظره ولا بتعيش ولا بتحكي معه ولا بتحكي معه ولا بتعيش بالعفة المطلوبة بحسب رأيه ولا 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 ولا، وبعد شو بقي من الموضوع؟ ما بقيش ولا حاجة. فهذا نحن يعني منحط أو منجعل المسيح بحسب فكرنا، مثل ما عملوا قديما. إحنا اليوم نحاول يعني نعمل مسيح بشكل إطار اللي بناسبنا إحنا في هذه الأيام. وعلى فكرة هذا هو سبب الانقسامات بين الكنائس للأسف الشديد. كل واحد عم بيعمل مسيح بشكل يعني اللي بناسبه وعلى هواه للأسف. يعني هي تسميات، بالأحرى هي تسميات. أنت دعي عليك اسم المسيح فأنت مسيحي، لكن إذا لم تتعرف على شخص المسيح ولم تتخذ رب وسيد على حياتك، وزي ما تفضلت عشت معه وعشت أيامك على الأرض في القداسة وفي الطهارة وفي علاقة حية محبية تلاصقية مع إلهك تشهد عنه، أي مسيح هذا؟ فهي تسميات الكنيسة والكنيسة، وكأن الله دعا لطوائف أو لأحزاب، وهذا سبب الانشقاق زي ما تفضل أسيس. لكن الرب يسوع كان قصده أن يبني كنيسة الواحدة الحجارة الحية اللي فيها حياة، اللي فيها الروح. الناس يعني. نعم. الناس. الناس. نعم. الناس. الناس. يعني الخلاص هو بالنعمة. نعم. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. ذلك ليس منكم. تؤمن بالمسيح. هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. شو بيكمل في آية 10 أفسس 2؟ مخلوقين في المسيح لأننا عمله. عمل المسيح يعني تحفة المسيح، احنا التحفة بتاعة المسيح. لأننا عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني ما فيك تكون مسيحي إذا أنت ما عندكش أعمال الصالحة. ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فالنعمة بتخلصني مخلوق لأعمال، أنا مش يعني مش مخلص بالأعمال، لكن مخلص لأعمال لغاية الله بجهزها حتى إيش أنتظر. لأنه غاية الخلاص، غاية الخلاص أن أكون مشابه صورة الرب يسوع المسيح. امين امين. طيب انا حابب هيك انه بعد بناخذ نستفيد من حضرتك في وسطنا اخ زياد، بناخذ ترنيمه بعد، هي الترنيمه الاخيره بنعمه الرب، وبنغلق الموضوع شوي شوي بنعمه الرب يسوع المسيح اذا في امكانيه. امين.
ترنيمة خاصة عن محبة اللقاء، أشواق اللقاء إلى ما هنالك. مرات لما نحكي مع حدا مسيحي بالاسم عن محبة المسيح بقول روحوا بشروا أشخاص آخرين، وأنا مرات بستغرب من هذا الرد. كل شخص على الأرض يحتاج إلى الكرازة ويحتاج إلى البشارة. فراح أقول لك صار بالأخ نزار، يعني نزار صارت معه لما إجا حكي معه شخص غريب جاي على عم يزور الأراضي المقدسة، قال لك بتعرف المسيح؟ أيوة الشخص اللي بشرني. طبعا الأخ نزار بالبداية ما كانش مؤمن، قال له أوف كورس أنا ابن بلدي المسيح، بس هو ما بيعرف المسيح وكان عايش بالشر. صحيح. مصبوط؟ نعم. فكل واحد منا بصير كابر، لكن بالنتيجة نعمة المسيح بتلاحقنا إذا سلمنا للمسيح وقبلنا الرب يسوع المسيح واغتسلنا بالإيمان بدمه، أكيد رح نستفيد. بس ضلينا نكابر نكابر وما منتوب، لو كنا مسيحيين بدنا ننزل على أعماق الجحيم. صحيح. نعم. لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، والخاطي ظل حزين لما يجي. يا خاطي تب وارجع، والصوت يسوع اسمع، تندم ولا ينفع لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تندم ولا ينفع لما ولا الجمال. لا ينفعك المال كلا ولا الجمال، تتغير الأحوال لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع تغير الأحوال لما يجي. يسوع ألانا جاي، والمؤمن أخذ معاي، يسوع على الأبواب، افرحوا يا أحباب. قل معانا يا مؤمن، يسوع على الأبواب، افرحوا يا أحباب، سنخطف عالسحاب لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، سنخطف لما يجي. لا ينفع الدولار كلا ولا الدينار، ستنحرق بالنار لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، ستنحرق بالنار لما يجي. امين امين امين، مجدا للرب. فعلا ترنيمه حلوه لنا كمؤمنين، بنحب الرب يسوع وبنحب ظهوره ومجيئه.
بس الترنيمة ده مخيفة جدا للبعيدين. طبعا يعني الكتاب المقدس واضح مثل ما ذكرت في البداية، يعني كل الموضوع هو يسوع. نعم. عارف يعني بحب أقرأ من إنجيل يوحنا إصحاح 3 اللي هو بلخص يعني الرسالة الكاملة في هذا الموضوع. مكتوب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي مكتوب: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس أكثر من الظلمة. وأحب الناس الظلمة. الظلمة أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. في آية 20: لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. معمولة. فإذا يعني واضح إنه الفكرة هي فكرة الإيمان بيسوع المسيح، مش على أساس كم من الخطايا اقترفناها أو شو عملنا. الشيء المحدد اللي بركز يعني هو الإيمان في شخص يسوع. يعني مش رح نندان على خطايانا، قصدك إنه سوري يعني مش هلا نحن مش أنا انسى الإنسان الخاطئ، إذا أخطأ إذا ما قبل المسيح خطاياه مش الأساس، بس عدم قبوله للمسيح هو الخطية الكبيرة. يعني أكبر خطية وعدم إيمانك بيسوع المسيح. يعني رغم كل الخطايا اللي عملتها دي حتندان عليها، بس أكبر دينونة إنه طبعا كل الخطايا رح ندان، لأنه بيتكلم عنها أعمال ظلمة. نعم. ما هي هاي النتيجة، لأنه يعني أعماله توبخ أمام النور. شو الأعمال توبخ؟ اللي هي الخطايا. لما بيجي النور، نور المسيح بيكشف الحياة والكيان، يظهر بشاعة الإنسان وفساد الإنسان وخطية الإنسان. سون بيعطي فرصة على أساس الإيمان بيسوع المسيح. عدم الإيمان بيسوع المسيح هو الخطية أو خطية الخطايا. يعني ما في الإنسان يعني يقول أنا مؤمن بالمسيح وعم بيرتكب خطايا ويقول لا. هو في أنواع من الإيمان، في إيمان عقلي، هذا إيمان الأقدمين، يعني الإيمان اللي بنتورثه عن أبائنا وأجدادنا، كما مثلا إسحاق تورث إيمانه من إبراهيم وهكذا، أو تيموثاوس مكتوب الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لويس ثم أمك أفنيكي وأنا موقن أنه فيك. لكن هذا مش مخلص، مكتوب: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادر أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح. في إيمان في إيمان عقلي، هذا إيمان الشياطين. الشياطين تؤمن تؤمن وتقشعر. يعني الشياطين أدركت يسوع، نحن نعلم أنت عرف أنه قدوس ابن الله، يعني عرفوا كل المواصفات عن يسوع. أتيت لتهلكنا قبل فوات الأمان، يعني عندهم هذا الإيمان، بس هذا الإيمان مش اللي بيخلص. احنا بنتكلم على إيمان القلبي، إيمان المفديين، إيمان التوبة العملية نعم، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. احنا ذكرنا في بداية الحلقة: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني غضب الله معلن على فجور الناس، لأن الخطية بتحجز، الخطية بتجعلنا يعني بتصير فاصلة بينه وبين الرب، وأجرة الخطية هي موت. لكن عاوز يعني كمان أكد إنه جهنم هي مش للإنسان، معدة لإبليس وملائكته. فاختيارك وقرارك هو يحتم مصيرك وأبديتك أيضا. فالدعوة إنه إنك أنت تتوب عن خطاياك
وتؤمن بالرب يسوع، التوبة المقرون بالإيمان، أن تضع ثقتك في شخص المسيح. هذا طبعا لغير المؤمنين البعدين عن الرب يسوع المسيح اللي كتب عنهم مثل ما ذكرت حضرتك الرسول بطرس. وين الرب رح يجي؟ لا يشاء أن يهلك ناس، يعني الله يتأنى علينا، عم بيصبر علينا، عم بيتأنى علينا حتى أنت وأنا تكون عندنا الفرصة أنه نطلب الرب. أطلب الرب ما دام يوجد. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هذا وأنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات لكي يضيء لك المسيح. فإذا نعم في توبة عن الخطية، لكن الإيمان بالرب يسوع المسيح، وهذا مهم جدا. أمين. طيب أنا بشكرك، بدي أحكي بس كلمتين أيضا نوضح الفكرة مع الأخ زياد. نحن قرأنا في البداية والأسيس قرأ في البداية أنه أمين تعالى هو رب يسوع، بس كمان هو بيقول ها أنا آتي سريعا، وكلمة سريعا أنه هو مشتاق. مثل كيف لما واحد بيكون مسافر، حضرتك تارك عائلتك ومشتاق ترجع تشوفهم، لكن أنت غبت عنهم حضرتك كم يوم ومش الحال. بس نحن بقالنا زمن، يعني هلا مثلا الإنسان اللي بتوب وبيؤمن بالمسيح ممكن يعيش مثلا 90 سنة، مثل الأسيس الفاضل الراحل منيس عبد النور اللي رحل ما بعرف عايش فوق بالسبعينات. طيب مثلا في بيو للأسيس وزلي، هذاك اليوم كان معنا الأسيس وزلي، بيو بالتسعين وشوي أوكي، وبعده ماشي مع المسيح، فرحلته طويلة. هو مشتاق للرب والرب مشتاق له. طب ما في أشواق، خلينا نتكلم شوي عن شوق المسيح، لهفة المسيح لاحتضاننا واتحادنا به وانتهاء الرحلة ويشيلنا من أرض الغربة والألم والدموع. فينا نحكي خلينا عن هالموضوع حتى هيك نوضح الصورة أكتر. حب المسيح وشوقه للكنيسة حب ثابت. نعم. إحنا اللي حبنا بيزيد وبنقص، متذبذب ومتذبذب، يس متقلقل، لكن حبه ثابت عبر كل الأزمنة الماضية. لكن لما عرفت الرب يسوع وصلي سنين معاه يمكن أشتاق له أكتر، لأنه صار في عشري، صار في علاقة حية بينه وبينه، كل يوم بتصبح فيه صباح الخير، بتمسى فيه، تصبح على خير وهيك. معقولة أنت تبين يعني بالنسبة للبعض المشاهدين اللي مختبروش هذا الكلام ومختبروا هذه العلاقة، تبين كأنك أنت عم تبالغ مثلا؟ معقولي واحد يتكلم مع المسيح ومش شايفه مثلا؟ أقول الصدق، أنا يمكن كل يوم بقول للرب، اليوم حكيت له قبل ما أجي للاستوديو قلت له صباح الخير يا إلهي، صبحت عليه، وبقول له بالليل مسيح بالخير كن معي، أنا بنام معك وبعيش وبستيقظ كشبهك صباحا. فأنا بتمتع فيه لأنه هو حقيقة، لأنه الله روح، هيدي مادي بتتلامس معها، بتشعر فيها، بتحسها، لكن الله روح لا يرى، لكن الله موجود، موجود، بل هو أعظم من الوجود، هو يبرهن عن ذاته خلال كلمته وخلال اختباري. كلمته كأصل، لكن خلال اختباري أنا عشت مع الرب يسوع، عرفت المسيح وعرفني بالحري سنة 87. فإلي سنين مشتاق، أكيد هو مشتاق لكنيسته، هو ما مات عبث، هو دفع دمه الثمين الزكي حتى يخلص نفوس، والنفوس هاي سميت بكنيسة، هاي الكنيسة مشتاق لها جدا 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 جدا، لكن قبل ما جيء يريد أن تكون هذه الكنيسة مستعدة للقاء. مجدا للرب. بتحب تضيف على النقطة؟ يعني عاوز أضيف، إحنا ابتدينا كمان أنه يعني لازم نتشجع مثل ما ذكرت على حياة القداسة. أمين. وحياة السهر، وكمان نلاحظ بعضنا البعض على نشجع على المحبة والأعمال الحسنة، وإنه غير تركين اجتماعنا اليوم عم بقرب، كل يوم عم بقربنا أكتر. يعني لما الرسول بولس كتب لتيموثاوس إني أنا الآن أسكب سكيبا، يعني إحنا في أي لحظة يمكن الإنسان ينتهي، ومن ناحية تانية في أي لحظة ممكن الرب يسوع يرجع، فلازم يكون حياة الاستعداد. لكن عاوز أضيف، يمكن خلينا أقول شيء أخير، إنه من هذه التشجيعات الرب شجعنا على الشهادة،
إن إحنا حياتنا على الأرض مظبوط من ناحية منتقدس، من ناحية منسهر، من ناحية منتشدد منتشجع في كنيسة الرب، لكن الشهادة هي خارج الكنيسة، منشهد عن يسوع. في أعمال الرسل لاحظ في آية 6 مكتوب: أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. يعني لما سألوا: يا رب، متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال: ليس لكم، It's not your business. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود من أورشليم إلى أقصى الأرض. هم يعني صعد يسوع وقال أنه سيرجع بنفس الطريقة. فإذا بين صعود المسيح ومجيء المسيح في عمل واحد للكنيسة، هي الشهادة باسم يسوع المسيح. وطبعا مهم جدا، في سفر الرؤيا مكتوب: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. فالمؤمن اللي بينتظر يسوع المسيح واللي بينتظر أشواق اللقاء هو المؤمن العامل الذي يحب ظهور المسيح، الذي يشهد عن يسوع المسيح الخادم الساهر الأمين. أمين. طيب رح بياخد مكالمة سريعة من أمريكا وبنختم بالموضوع بنعمة الرب يسوع المسيح. معنا رودا من أمريكا. أهلا وسهلا أخت رودا. رودا من أمريكا، أهلا وسهلا. هلو، مساء الخير. أهلا بك يا ربي باكي. مساء الخير. هلو، اهلا ربي باركون. واحنا مبسوطين كثير عم نشوف هيك اخوه رائعين اللي عم بيفسروا كلمه الرب بالاستقامه. وحقيقه هذا صلاتنا هالايام، مثل ما حكى اخ، بدي احكي شغله مثل ما حكى الاسيس نجم شاهين، انه في هذه الايام في تعاليم كثير صعبه، وهذا الشيء اللي عم بيحزننا اسيس. يعني هلا قد ما بنصلي وعم بنحكي عن الكلمه بنفسر، لكن في تعاليم كثير صعبة عم بنشوفها هون بالأخص بأمريكا. يعني احنا بدنا تأييد من كنيسة العالم ككل، انه كيف كلمة الرب اللي هي بتغرد المجرى الأول في حياة الكنيسة أولا في حياة المؤمنين ثانيا. فهذا الشيء يعني اكيد ما بيجي هيك بصدفة، لازم نكون متوحدين بقلب واحد أساس، انه كيف نوصل الكلمة. اليوم كل بيت عم بتفوت عم بيكون عنده تعليم خاص، في صور قديسين، في شغلات بتحزن قلب الرب. فين الرب في هذا الشيء؟ يعني هذا الشيء اللي بيحزننا كثير. نعم. يعني هذه اللي بدي هالمداخلة من منبركم، بدنا نحكي انه صوتنا بيعلى لكل العالم، انه الرب يسوع هو المخلص، هو الفادي، هو رح يجي ويخطب كنيسته. لكن اخت رودا انا كل واحد عنده تعليم. طبعا يعني انا وصلت الرساله يا اخت رودا، وصلت الرساله. ربي باركك ويحفظك. انا بس لانه معش عندي الا كم دقيقه بدي اختم فيهم، وربي باركك واشكرك لاجل التواصل. ربي باركك. انا بعتذر من الاحباء اللي عم يبعثوا لي رسائل. لا، ما حضرتك اتصلتي فيي قبل 5 دقائق من البرنامج ما ينتهي. انا بعتذر لانه في احباء عم يبعثوا لي مسجات رسائل عم بيقولوا لي انه الو. انا بعتذر عن من احبائنا اللي مش قادرين ناخدهم. ناس كتير عم يتصلوا فينا وبيبعتوا لي مسج بيقولوا لي انه مش عم نقدر نتواصل. انا مش عارف السبب. اليوم علينا كان هجمه شوي شيطانيه، لانه البرنامج مبارك جدا جدا، مش لانه برنامجي طبعا يعني، بس لانه معنا ضيوف حلوين. وفعلا كان علينا شويه هجمات، صلينا وربطنا عدو النفوس ابليس وتباركنا، واخذت الحلقه فعلا مجالها. مجدا للرب يسوع المسيح. يسوع المسيح له كل المجد، بيحب الناس، بيحب الجميع، وبيحب يكلمنا في هذه الازمنه انه هو جاي.
بنعمة الرب يسوع. المسيح جاي وربما يكون صار مجيئه فعلا قريب جدا جدا. أنت بدورك أخي المشاهد أختي المشاهدة، هل أنت قبلت المسيح مخلص شخصي لحياتك؟ هل أخذته مخلص؟ كيف يعني أخذته مخلص؟ يعني هل قبلته وقلت له يا رب يسوع أنا تايب عن كل خطاياي؟ أنت مت عن الخطايا، مت عني حتى تغسلني من خطاياي بدمك، ذبيحتك هي كفارية حتى يعني تنوب عني. فأنت قبلت المسيح كنائب كبديل مات عنك؟ إذا ما بتقبل موته بالنيابة عنك على الصليب أنت ما عاش لك حياة، خلص راحت عليك الفرصة. الله فتح لك الباب والباب لازال مفتوح، ومثل ما سمعنا من أحبائنا المباركين محبة المسيح واضحة، المسيح بيحبنا، مشتاق لنا جدا جدا، ونحن ككنيسة كأفراد شعب الرب يعني مشتاقين للمسيح. بس تعال وجوين ذا كلوب مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، تعال اقبل المسيح، مش تتأنى وتستنى وتسمع وتسمع وتقول أنا عندي إيمان. هل أنت مؤمن إذا جاء المسيح الآن؟ هل أنت واثق مش بس مؤمن إنك رح تكون مع المسيح في السماء؟ إذا قلبك بيضرب بوب 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 بعد ما عندكش روح تأكيد، التأكيد بالروح القدس إنك أنت ابن الرب. من أجل ذلك قل له يا رب يسوع أنا بشكرك لأنك اليوم سمعتني من خدام أفاضل، يعني مش كل ساعة بيجوا على سدني، اشكر رب من أجلكم. سمعتني كلمتك يا رب، أنا اليوم بسلمك حياتي، أرجوك غسل قلبي الخاطي بدم صليبك دم الذبيحة، واسكن فيي يا رب بالروح القدس. بالروح القدس يا أحبة بناخد قوة حتى ننتصر على الشر والخطية، والرب بيعطينا نعمة فعلا حتى نكون منتصرين. وساعتها أيضا بتصلي بتقول يا رب ضم اسمي، أعطيني نعمة أن يكون لي نصيب في سفر الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ساعتها بيكون لك نصيب في الحياة الأبدية. أخي الحبيب بعد معي أنا بس 2 minutes تقريبا، لو كلمة صغيرة حتى عم بيقول المخرج 1 minute يمكن، بتحب تقلنا كلمة سريعة يعني جملة شو بتحب تقلنا آخر شيء؟ بقول أن الكنيسة يا كنيسة العلي استعدي، افرحي بالرب تلذذي به، امتلئي بالروح، عيش الكتاب أعمال الله، واستعدي لأن الرب على الأبواب قريب جدا. أرجو أن تكون الكنيسة بلا أسوار، بلا أسوار حتى تذهب للشارع وتخبر بكم صنع الرب بها ورحمها، حتى نأتي بالكثيرين والثمر الكثير للرب. أمين أمين. وكمان بضيف أن إحنا نتذكر امتيازنا في المسيح، جنسيتنا ومواطنتنا هي في السماويات، فنعيش كما يحق لإنجيل المسيح. لكن برضو عاوز أعطي فرصة لأي شخص ما بيعرف ما اختبر المسيح، بغض النظر كنت مسيحي اسمي كنت مسلم بتشاهد هذه الحلقة، أنت تحتاج أن تتوب عن خطاياك، أن تسرع وتؤمن بالرب يسوع المسيح وتتوجه مخلصا وملكا على حياتك، فأنت تحصل على الخلاص وأيضا يكتب اسمك في سفر الحياة. أنا بصلي من كل قلبي أنك تتخذ هذا القرار في هذه اللحظة في هذا اليوم، والرب يباركك. آمين آمين. أشكركم جدا من كل القلب. الدعوة واضحة، قبل ما يغلق الباب باب المراحم، هذا الوجود اللي احنا فيه بده ينتهي. استفيد من مراحم الرب، استفيد من الكلمة اللي سمعناها من الأحباء، وقال له يا رب ارحمني وخذ الخلاص. أحبائي بشكركم لأجل التواصل، آسف لأجل بعض الالتباسات بالنسبة للخطوط، لكن نشكر رب من أجل الحلقة، الحلقة واضحة. رب يبارككم ورب يبارك أحبائنا الفاضلين. قبل ما أنسى أحبائي وأختم البرنامج ويسامحني المخرج، ليلي في آخر مهرجان لكنيسة جيلفيد العربية المعمدانية في قاعة مونا مور في فيرفيلد في سيدني، ساعة 6:30 رح يكون معنا الخادم الفاضل الأسيس نزار والأسيس زياد، وحتكون حلقة يعني سهرة مباركة روحية جدا. امبارح كان في فعلا يعني جموع كثيرة وتباركنا. الليلة رح يكون في عظات وترنيم وتسبيح وصلوات أيضا على بعض المرضى اللي عندهم حاجات خاصة باسم الرب يسوع المسيح. رب معاكم وإلى اللقاء.